قبل ما نتكلم على الميركل سيل كارسينوما نتكلم في الاول عن الميركل سيلز. الميركل سيلز دي واحده من الميكانو ريسبتورز، وهي بتكون عباره عن سيلز موجوده في البيزل سيل لير، وبتعمل دايركت كونتاكت مع السنسوري نيرف اندينجز في السكن، وهي مسؤوله عن اللايت تاتش سنسيشن. دي الميركل سيلز. وطبعا الميركل سيلز هي واحده من النيورال كريست درايفد سيلز. طيب ايه بقى الميركل سيل كارسينوما؟ الميركل سيل كارسينوما دي واحده من الهايلي مالجننت كوتينيوس تيومرز، هايلي مالجننت هايلي اجريسيف، لان بيبقى ليها نسبه نودال ميتاستاسيس وديستنت ميتاستاسيس عاليه خالص، تتعدى 20%، وكمان الريكيرنس ريت عالي خالص. طيب هي الميركل سيل كارسينوما دي جايه منين؟ هم كانوا فاكرين من الاول ان هي بتيجي من الميركل سيلز اللي في السكن، عشان في سم الترا ستراكشرال اند اميونو هيستوكيميركل سيلز، ولكن الكلام ده ما طلعش مظبوط، وبداوا يسموا التيومر دوت برايمري نيورو اندوكراين كارسينوما اوف ذا سكن، ولقوا ان في 80% من الحالات بتاع الميركل سيل كارسينوما، او الاسم التاني ليها البرايمري نيورو اندوكراين كارسينوما اوف ذا سكن، بيبقى فيه سيرتن فايرال انفيكشن بفيروس اسمه بوليوما فيروس في 80% من حالات الميركل سيل كارسينوما. طيب نتكلم بقى على الكلينيكال فيتشرز بتاع الميركل سيل كارسينوما. ان احنا قلنا ان هو هايلي aggressive malignant tumor of the skin، لان بيبقى ليه نسبة nodal metastasis اكتر من 20% و distant metastasis اكتر من 10%، وان survival 5-year survival rate بيبقى اقل من 60%، عشان كده highly malignant و highly aggressive tumor. طيب ايه الكلينيكال فيتشرز بتاعته؟ بيجي شكله ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده في الصور اللي قدامنا، هو بيجي دوم شيبت زي ما احنا شايفين كده، دوم شيبت ريد اور بينك نوديول، بيتميز ان هو رابيدلي جروينج، بتكبر بسرعه، ودايما بيحب الاولدر ايج جروب، يعني بيجي بعد سن الخمسين. كمان الاماكن المفضله ليه هي الهيد والنك والديستال اكستريميتيز، سواء كان ابر او لور ليمب، وممكن يبقى فيه ulceration معاه. يبقى تاني بيبقى rapidly growing dome shaped pink or red nodule، خاصة في منطقة الهيد والنك او في الديستال extremities في الاولدر ايج جروبس، وممكن يبقى فيه ulceration. بما انه الميركل سيل كارسينوما الاسم الجديد بتاعها او الاسم التاني بتاعها برايمري نيورو اندوكراين كارسينوما اوف ذا سكن، ففي بعض الحالات بيكون معاه بارا نيوبلاستيك سندروم، وخصوصا المايستينيا جريفز لايك ديزيز. الميركل سيل كارسينوما بقى في الباثولوجي بتبقى شكلها ازاي؟ هي بتبقى عباره عن ال ديفايند انفلتريتنج نوديول، تبقى موجودة في الديرمس، وكمان ممكن تروح للسبكوتينيوس زي ما احنا شايفين كده، وايفن ان ممكن توصل للفاشيا والمصل والبون، لان زي ما قلنا هايلي اجريسيف تيومر. طيب التيومر نوديول دي بتبقى عبارة عن ايه؟ زي ما احنا شايفين هي ممكن بتبقى عبارة عن ايلاندز وشيتس وكورتز، الكورتز يعني تروبيكولي زي ما احنا شايفين كده، يعني مثلا مميز خالص ان الترابيكلو بتبقى على البريفري اكتر زي ما احنا شايفين، ادي كل ده عباره عن ترابيكل او كورد سيلز مرصوصه على شكل ترابيكولي او كورد، يبقى عباره عن ايلاند شيتس كوردس زي ما احنا شايفين كده. طيب السيلز بقى اللي بتكون الشيتس والايلاندز والكوردز دي بتبقى شكلها ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده، بتبقى سمول يونيفورم بلو سيلز، سمول يونيفورم
بلو سيلز ليها سكانتي سيتوبلازم، سكانتي سيتوبلازم اوف زيكولر نيوكليوي. النيوكليس بتاعتها بتكون ليها ديسبيرسد كروماتين باترن او سبيكلد كروماتين باترن زي ما احنا شايفين كده. وبيبقى في ماركت اتيبيا، وفي الميتوزس بيبقى كتير خالص، ايفن الابنورمال ميتوزس زي ما احنا شايفين في ميتوتيك فيجرز كتيره، وايفن ابنورمال ميتوزس. كمان بيبقى في سيل نيكروزس، ممكن انيكروتيك سيلز تبقى موجوده برضو. يبقى تاني السيلز بتكون سمول تراوند سيلز يونيفورم وليها سكانتي سيتوبلازم وفيزيكولار نيوكليوي ويز ديسبيرسد كروماتين باترن. بيبقى في ميتوزس نيومرس ميتوتيك فيجرز، ايفن كمان الابنورمال ميتوز بيكون في موجود، بيبقى في انديفيديوال سيل نيكروزس. طيب السيلز نفسها بقى بيبقى ليها ديفرنشيشن معين، بيبقى ليها ديفرنشيشن معين، في الغالب بيبقى عامله روزيت لايك ديفرنشيشن، روزيت لايك ديفرنشيشن تبقى شبه الورده، وده بيبقى بيسموه الهومر رايت روزيت اللي بيبقى موجود في زي الموجود في النيوروبلاستوما. ادي اهو عامله شبه الورده، متجمعين كده شبه روزيت اهو كده من بعيد. شبه الورد. ممكن كمان يبقى في سكويموس ديفرنشيشن، ممكن يبقى في اكراين ديفرنشيشن، ايفن ممكن يكون في ميلانوسيتيك ديفرنشيشن. بالنسبه للابيديرمس، الابيديرمس ممكن يبقى في نورمال ابيديرمس ما فيهوش اي حاجه خالص، ممكن يبقى السريتد. في بعض الاحيان ممكن يبقى في باونويد فيتشر شبه الباون ديزيز، ده لانه الباون ديزيز كومن هو اسوشيتد مع التيومر ده، او ايفن اون توب اوف الميركل سيل كارسينوما. كمان ممكن السيلز نفسها تعمل انفلتريشن للابيديرمس وبيقولوا عليها ابيديرموتروبيزم. مهم خالص بقى الاميون هيستوكيمستري في حالات الميركل سيل كارسينوما، بتبقى بوزيتيف لمجموعه من الماركرز زي اللو موليكولار ويت كيراتين زي سيتوكيراتين 20، وبيدي بارانيوكليير دوت باترن لان الانترميديت فيلمنت بيحصل لها كوندنسيشن حوالين النيوكليوس. كمان النيورو اندوكراين ماركرز زي الكروموجرانين والساينوبتوفايسين والفازو اكتيف انتستينال بيبتايد والكالسيتونين بيبقوا بوزيتيف. كمان بتبقى بوزيتيف للنيرف سبيسيفيك الونيز والابيسيلا ميمبرين انتيجين، وزي ما قلنا ان 80% من الحالات بتبقى بوزيتيف للتي انتيجين بتاع البوليوما فيروس. اما الماركرز اللي بتبقى نيجاتيف فدي مهمه خالص زي الثايرويد ترانسكريبشن فاكتور 1، وده اللي بيميزها عن الميتاستاتيك سمول سيل لانج كارسينوما. كمان بتكون بوزيتيف للاس 100 والكارسينو امبريونيك انتيجين والسيتوكيراتين 7. وادي الدوتد البارانيوكليير دوتد باترن بتاع السيتوكيراتين 20 في حالات الميركل سيل كارسينوما. بالنسبه بقى للتريتمنت بتاع الميركل سيل كارسينوما، احنا قلنا ان هي هايلي اجريسيف تيومر وبيبقى معاها لينفلود ميتاستاسيس فيري كومن والديستانت ميتاستاسيس فيري كومن. ف اول خطوه لازم نعمل وايد لوكال اكسجن وسنترال لينف نود بايوبسي واعمل ستيجنج للتيومر، ونشوف لو احنا محتاجين كيمو سيرابي او راديو سيرابي. هنا بقى يعني افضل من الرومة شوية لانها بتستجيب للراديو سيرابي. ودلوقتي كمان بقى في اميونو سيرابي زي الانتي بي دي 1 اميونو سيرابي ممكن نستخدمه برضو في حالات الميركل سيل كارسينوما.